حنعرف ان عالم القهوه نوعا ما يكون يحتاج لدقه. خلينا نكون شويه واضحين، فلما تسوي الشاي غير لما انك انت تسوي القهوه. لا، الشاي موضوع خالص، يعني ورق شاي، سكر، حليب، وخلصت امورك. لكن القهوه اللي لازم انك انت توقع فيه موازنه نوعا ما. خلينا نتعرف على هذه التفاصيل كافه ويا منذر الحبسي بطل عمان للايروبريس لعام 2023. ان شاء الله يا رب اني قلته صح. إيه قلتها صح. قلتها صح. ترى كان في تدريبات خلف الكواليس. تحية لك يا منذر، شكرا بداية وجودك اليوم معنا بالاستوديو. شكرا على استضافتكم الجميلة، وإن شاء الله إن نكون نوصل الأفكار الحلوة والمفيدة للقهوة بإذن الله تعالى. أنت تأكد أن الفترة المسائية ترى في وايد ناس يعني ما يكمل يومهم إلا بالقهوة. أفضل يعني في شاي. أنت شكلك حزب القهوة بقوة ترى. خلينا نتكلم بداياتك مع القهوة منذر، متى كانت؟ بداياتي في القهوة كانت قبل كورونا. تعلمت القهوة قريب، يعني مش بعيد. إيش هي القهوة؟ تعرفي لما تعرفي القهوة في الأخير هوس. أيوة. إدمان. ولكن في بعض الناس مثلي أنا يزيد الفضول عندهم. أيوة. إيش هي القهوة؟ كيف نشربها كذا ما تخلينا ننام؟ نحب نشربها أكثر من مرتين ثلاث في اليوم. فهذا الفضول هو اللي وصلني إلى اليوم. الحمد لله بالتوفيق من رب العالمين بطل عمان للإيروبريس. فالحمد لله على كل حال. والله جهد كبير يبالها، القهوه يبالها جهد كبير. القهوه يبالها جهد. الحمد لله. يعني لا تشوف الكوب اللي جايينك جاهز ومبرد على الطاوله، لا في اشياء وايد. ولا رابع تراي ترى. في اشياء وايد خلف الكواليس. طيب نتكلم عن هذه البطوله اللي شاركت فيها منذر، ايش قصتها وارتباطها ايضا بالقهوه؟ طيب الايروبريس كان يلها نسخ قديمة ماضية، ولكن في عمان هذه نسختها الثانية. النسخة الثانية؟ أيوة، كانت في نسخة قبل اللي هي الأولى السنة الماضية. فاز فيها واحد غير عماني. وهذه أول مرة عمان تفوز في هذه البطولة وتشارك بحمد الله في بطولة كأس العالم للإيروبريس في أستراليا في ديسمبر الحالي إن شاء الله. جميل، يعني راح يكون إن شاء الله في ديسمبر. إيه في ديسمبر. جميل. الجاهزية، الاستعداد، كيف؟ أوه كل شيء تمام، كل شيء تمام. لا تحات، اللي موجود عندهم موجود عندنا. في يعني كفاعة. شوف منذر، في أحد بيقولك ترى لا قهوة. ليش مكبرين الموضوع؟ ترى لا قهوة. أبداً. طيب يمكن احنا اليوم فعلا نشوف ان القهوة هو عبارة عن يعني مجرد كوب ممكن يعني يكون موجود معك في بعض اللحظات، لحظات السعادة، لحظات الحزن. احنا نتكلم اليوم عن بطولة، يعني مش نتكلم عن كوفي، مش نتكلم عن يعني كنت جالس تسوي لك كوب قهوة وتجلس على البحر. لا، الموضوع اكبر من كذا. أكيد. تفاصيل هذه البطولة يعني منذرة. تفاصيل هذه البطولة كانت عبارة عن 54 متشارك طبعاً يشارك في البطولة. الأفضل منهم طبعاً اللي يقدر إنه يسوي كوب إيروبريس جميل متناسق، في سويتنس عالي، في حلاوة، في بترنس بالانسد، ويقدم للحكام، والحكام طبعاً يختاروا الكوب الأفضل. أيوة. 54 متشارك كانت في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كانت النهائيات، كان فيها 27 متسابق. نفس الشيء، كل راوند يكون في ثلاث متسابقين يفوز منهم واحد. حسب جمالية الكوب اللي بتقدميه للحكام. بعد ذلك النهائي يكون فقط ثلاث متسابقين، الفائز منهم هو اللي يروح لأستراليا. جميل. احنا اليوم نتكلم عن كوب قهوة، احنا دائما نعرف انه يعني اي احد يعني اللي عمله لازم تكون في بصمة خاصة فيه. أكيد. بصمتك انت منذر ايش هي بالضبط في كوب القهوة؟ لازم انه يكون متناسق. لازم انه يكون قد ما اقدر انه يكون الكوب مناسب للجميع. للي يحب الحموضة في الكوب، للي يحب مثلا البيترنس في الكوب اللي هي المرارة. فلازم انه يكون موزون متناسق، يقدر ان الزبون يشربه حتى بعد ما يبرد. وهي هذه الفكرة، ان كيف انت تقدري انك تسوي كوب قهوة
قد قدمي صاخن بس حتى يوم يبرد يكون بعد لبيب. بعد لبيب ينشرب لحناف إذا برد خلاص. أيوة تروح نعم. تروح النكهة وتروح اللذة تبع. طيب جميل، نحن يمكن اليوم نتكلم من 2019 تقريبا، يعني وجودك يعني بشكل رسمي في مجال القهوة منذر، من وين تعلمت يعني صناعة القهوة؟ طبعا هنا أنا لازم أشكر شكر خاص حال مدربي الأول منتظر الموسوي اللي كان يشتغل في كوفي شوب اسمه 6 AM موجود في بوجر. تعلمت منه اللاتي آرت. أيوة. وبعض مصطلحات البروينج اللي منها تكون الايروبرس مع الفي 6 والكيميكس والأشياء اللي نحن نعرفها عن القهوة السوداء. بعدها بديت مشواري الأول كباريستا كان في كوفي شوب ليفلز اللي موجود في القرم. جلست عندهم تقريبا 6 أشهر إلى 7 أشهر، كانت تجربة حلوة مع فريق رائع جدا. بعدها رحت إلى كوفي شوب اسمه إيتس كويت اللي موجود حاليا في العذيبة، بعدها الحين حاليا موجود في ريشيو، وهم كانت عندهم بعد بصمة خاصة حال فوزي في البطولة الأيروبرس بمساعدة زميلي في العمل معتز الصخري. جميل، يعني الجميل ان الواحد فعلا انه ياخذ تجارب عدة، يمكن اللي ذكرتهم الحين اكثر من 3 تجارب تقريبا يعني منذر، لين ما فعلا انت يعني قدرت انك تصنع النكهة الخاصة لمنذر بشكل خاص يعني، فجميل فعلا هذا المشوار الطويل. طيب نتكلم عن التحديات في مجال القهوة، ايش هي؟ واجد تحديات في مجال القهوة بصراحة، أن كيف أنت تقدر تفهم القهوة. القهوة عالم كبير وعالم واسع وعالم معقد جدا. لازم أنك أنت عشان تقدم قهوة جميلة لازم أنك أنت تفهم في القهوة. أنا وصلت لدرجة أن لما أصنع كوب القهوة اللي يوصل للزبون أنا أسولف مع القهوة أن أرجوش طلعي حلوة عشان يعني يقدر أن الزبون يشربها. أيوة. فالقهوة معقدة جدا وعنيدة جدا بعد. وهذا هو شيء الجميل في القهوة، أن هذه التعقيدات كيف أنك أنت تقدري تفهميها، كيف أنك أنت تقدري تحليها. الناس تجي الحين تزورني في الكوفي يشوفوني ماسك ورقة وقلم وجالس أحل مسائل. أيوة. قالوا لي وندر أنت جالس تدرس ولا إيش؟ أقول لهم لا أنا جالس أحل القهوة اللي أنا جالس أسوي لكم إياها. فالقهوة حلوة، القهوة جميلة معقدة، ولكن كل ما توسعت فيها يكون أفضل بعد. أتوقع بعد يعني أحيانا تقدر أنك تحلل الشخص اللي أمامك من خلال كوب القهوة اللي اختاره. أكيد أكيد. بعد موضوع فهم الزبون يكون شيء واجد حلو. في الأخير المجال اللي احنا دخلناه في مقابلة مع الناس واجد، يعني في ناس بالضبط. تجي في ناس تحب تشرب قهوة صباحية، في ناس تشرب قهوة عصرية، في ناس تشرب قهوة بعد المغرب، في ناس تحب القهوة الليلية، فناس واجد تجي فأنت تتعرفي عليهم، وهذا شيء جميل بصراحة. أن القهوة تجمع الناس في مكان واحد ويكون شيء جميل، أنك أنت تأخذ وتعطي بعد مع الزبون، تقدم له قهوة حلوة يجي يشكرك، وهذا يصنع يومك. يعني في الأخير أنت ترجع البيت أنت مستانس، تقدر أنك تنام بسلام. بالضبط. وهذا شيء جميل بصراحة. بالضبط. يمكن بعد نحن اليوم نقول يعني الناس اللي يعني متذوقة للقهوة واللي فعلا شاف أن قهوتها لذيذة، حلو بعد أن يقدم الكلمة الجميلة اللي صانع هذه القهوة، لأن ترى الكوب ما جاك بالساهل إلا جاك، وهو فعلا كان يعني الواحد اللي يحط كل محبته داخل هذاك الكوب. أنت من محبين القهوة الصباحية ولا المسائية؟ الاثنين. لا صباح لا مساء. الاثنين. اللي يقول كل قهوة ما لها وقت. القهوة يلها وقت. في الأخير نحن لازم إن نفهم بعد إيجابيات وسلبيات القهوة. بالضبط. إن مثلاً ما نقدر إن نشرب القهوة على بطن فاضي. ما يصير إن نشرب القهوة في وقت متأخر من الليل. ففي الأخير القهوة كافيين. الكافيين يعتبر من المسهرات والمنشطات في نفس الوقت. أنك أنت تشرب القهوة بعد 11-12 بالليل هذا غير صحي. تقدر أنك أنت تشربها ولكن غير صحي. نفس الشيء في الصباح، تشرب القهوة على بطن فاضي بدون
التغذية المناسبة والتغذية الكافية ترى بعد واجد مؤثر للصحة وللجسم. أيوة فعلا مثل ما ذكرت يعني الواحد شوي لازم أنه يكون مسؤول عن كوب القهوة اللي هو يختار والأوقات فعلا اللي هو يختار كوب القهوة. طيب خلينا نتكلم عن الناس المتذوقة للقهوة. يعني أحيانا مثلا أن أنت مثل ما ذكرت قبل شوي أنك أنت راح تكون شخص اجتماعي بحكم أن القهوة تجمعك مع الناس وغيره, يعني دائما كيف تشوف ردات فعل الناس بعد شرب القهوة؟ يعني هل تحس أنه فعلا ذاك الهدوء اللي يجيهم ولا هذا كلام نقرأ في التويتر؟ كوب القهوة لما يوصل للزبون, الزبون في بعض الزباين تحب أن تشرب على طول, في بعض الزباين مثلا تكون مشغولة وتنسى الكوب في الطاولة فتجينا بعد وقت الكوب برد. أيوة. ولكن نحن نحاول قدر الإمكان أن لما نقدم كوب القهوة بعد فترة كذا نروح نسأل الزبون كيف كان كوبك, هل استمتعت فيه, هل في أغلاط, كيف أنك أنت تقدر تشرب كوب أفضل من كذا. أيوة. فلازم أن نحن عشان نوصل للكمالية في كوبنا للقهوة لازم أن بعد نحن نسأل نستفسر. أيوة. هل عشان نحن بعد نعرف أذواق الناس مثل ما يقول لك كل واحد وذوقه. بالضبط. فلازم أن نحن بعد نفهم ذوق المجتمع سواء العربي ولا العماني, كيف نحن في عمان كيف نحب القهوة توصلنا, هل نحبها حامضة, هل نحبها فيها مرارة, هل نحبها سوداء, هل نحبها مع حليب, هل نحبها باردة, هل نحبها صاخنة. فلازم ان نحن عشان نفهم, لان نحن نفهم كل شيء في القهوة بس ما نفهم الذوق في عمان كيف. فلازم ان نحن كل كوب قهوة يوصل للزبون لازم بعد فترة نسأل كيف كان كوبك, فهو سؤال بسيط ودائما مرد يكون جميل جدا, وهذا بصراحة شيء يدخل قلبي على طول. وأنا بصراحة أكون متوتر لما أسأل الزبون كيف كان كوبك للقهوة, لكن الحمد لله الحمد لله نحن قدرنا أن نوصل لهذه المرحلة أن نفهم الزبون كيف يحب قهوته. والحمد لله الكلمة الطيبة من الزبون بعد لها أثر كبير جدا في الباريستا. جميل. حتى لو مثلا ما كان لك تعليق, في بعض الزباين الحين جزاهم الله خير بعد ما يخلصوا الكوب يهم اللي يرجعوا. أيوة. وهذه يعني يمكن هي بسيطة للزبون بس لنا نحن شيء كبير بصراحة, أن في احترام ما بين الموظف وبين الزبون, بين صانع القهوة وبين شارب للقهوة. فهذا شيء جميل بعد أنه يكون في تواصل, مهما حتى لو تواصل سطحي ولكن يكون في تواصل لطيف وأثره باقي. أكيد أني أنا أوصل لك الكوب بعدين تقول لي أن الكوب جميل, بعدين توصل لي الكوب بعد ما تخلصه, فهذا جد جدا جدا جميل. أيضا ينم يعني من لباقة الشخص اللي موجود هناك شارب للقهوة. طيب نرجع مرة ثانية موضوع البطولة منذر, وخلينا نتكلم عن هذه البطولة, هل هي كانت أول بطولة لمنذر أم كان في بطولات أخرى أنت شاركت فيها في مجال القهوة؟ هذه أول بطولة لمنذر في مجال القهوة. طبعا هذه البطولة كان فكرتها إيش؟ أن منذر يدخل البطولة عشان يشوف الأجواء يتعلم منها, وإن شاء الله السنة الجاية يكون جاي جاهز. لكن ما قدرت أنام بالليل أن ليش أنا ما أفوز؟ إيش اللي ينقصني يعني؟ بما أني شاركت يا أخي, يا أني أشارك وفوز, يا أني أنا أتيح الفرصة لغيري. أما أني أنا أدخل عشان أشوف الأجواء أتعلم كيف الحكام يشربوا القهوة, كيف المتسابقين يسويوها, فأحس أن هذا يعني شيء أقدر أني أسويه في أي مكان في بطولة محلية ثانية, لكن هذه بطولة كبيرة في الأخير الفائز منها راح يمثل عمان. بالضبط. فلازم نشد حيلنا, يعني أدخل البطولة أشد حيلي أركز أني أجيب الأول, ما أركز أني أجيب الثاني أو الثالث أو أني أعيش الأجواء في البطولة, أركز أني أجيب الأول. فدائما ما حطيت الفكرة في راسي أني أجيب الأول, إيش الخسران أني أنا ما أجيب الأول, إيش اللي هم عندهم وأنا ما عندي أني أجيب الأول. لكن الحمد لله تركيز تام, تمرين كان متواصل لمدة 5 إلى 6 ساعات نحن بس نشرب قهوة.
فالحمد لله هذا التدريب والعمل الشاق والجهد جاب منه فائدة، والحمد لله الحمد لله من دار اليوم في استراليا يمثل عمان. جميل، أنت حصلت على جائزة في أي مركز كان ذيك الجائزة اللي في الصورة؟ الأول، المركز الأول. المركز الأول هذيك اللي شفتوها في البوست، هذه كانت المركز الأول. جميل صراحة، بعد كذا كان متردد إني أشارك. كنت متردد واجد إني أشارك، لأن فيني نوع من التخوف اللي يا أشارك أفوز أو ما أشارك، أشارك ولا ما أشارك. بس المنافسة كيف كانت منذر هناك؟ المنافسة كانت واجد واجد صعبة. في الأخير كان تقريبا ما يقارب في 17 إلى 21 متسابق مرشحين إنهم يفوزوا في البطولة. أساميهم كبيرة، معروفين في المجتمع القهوة العماني. فكان يعني أكثر من أن كان تفكيري كيف أفوز في البطولة، كان تفكيري أنا إذا طحت في واحد مع هذيلة أنا كيف أفوز. لكن الحمد لله أنا طحت مع 3 ولا 4 وقدرت أني أفوز عليهم، وهذا بعد يعني بعد ما أفوز عليهم أروح أشكرهم أني أيوة. ما أعرف هل أنتوا سويتوا غلط ولا أنا اللي كوبي كان موزون أكثر منكم، فأنا أشكركم. في الأخير هذيل الأسامي اللي أنا فزت عليهم في البطولة كان لهم بصمة خاصة في حياة منذر في عالم القهوة. علموني أشياء، نصحوني، قالوا لي منذر عالم القهوة ما في صغير وكبير، ما في شاطر بالضبط. وما في غير شاطر، كل اللي يدخل هالعالم داخلنا عشان يكون الأفضل. في الأخير أنت جاي الجيل اللي بعدنا، نحن كلنا فخورين فيك، وإن شاء الله أنك أنت تكون لك بصمة خاصة في استراليا، أن تكون للجيل اللي بعدك اللي بيدخل هذا المجال. وهذا بصراحة هو الهدف الأساسي اللي روحتي أنا لإستراليا. ما يهم أن منذر فاز ولا لا، المهم أن منذر يكون له بصمة خاصة للجيل اللي بعده، للناس اللي بعده بتدخل في عالم القهوة، وأنا أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب كآخر سؤال اليوم نطرحه، يعني منذر يمكن في السابق قبل فترة كورونا يمكن اللي ما كنا نشوف كثير بارستا عمانيين يعني متألقين في مجال القهوة، ولكن أتوقع أن كورونا كثر ما هو كان موضوع وايد سلبي، ولكن في أشياء وايد إيجابية خرجت من جائحة كورونا، اللي هو البارستا العماني اللي قدر اليوم فعلا يظهر بشكل قوي كثير في مجال القهوة. أكيد كورونا كانت فترة سلبية مثل ما قلتي، ولكن كانت فترة حال واجد واجد شباب للتمرس فيها. في الأخير نحن نريد نشوف إمكانيات، نريد ما بقول لازم تكون في مساواة بين الباريستا العماني والغير العماني، ولكن لازم أن نتشارك فيها الخبرة في القهوة. الباريستا العماني اليوم نشوفه في كل كوفي تقريبا، وهذا شيء جميل. لازم أنه يكون في بصمة عمانية في كل كوفي عماني. في الأخير الزبون نوعا ما يحب أنه يشوف وجوه عمانية تستقبله، ما بس في مجال القهوة، في أي مجال، في المطاعم، في الكوفيهات، في المراكز. فهذا الشيء بعد لازم أن نحن نكون فخورين فيه، لازم أن نحن نكون فخورين في العمل اللي نحن جالسين نسويه. أي عمل موجود قهوة ولا غير قهوة ويكون شباب اللي جالسين يشتغلوا، فهذا فخر حالنا نحن وحال عمان بشكل عام، ونحن فخورين جدا كنا نحن مجتمع في هذا المجال بعد. نعم بكل تأكيد، أيضا يعني إحنا أيضا من جانبنا فخورين كثير أن اليوم العماني قدر أن ينجز في مجال القهوة ويحقق أيضا يعني بطولات كثيرة في مجال القهوة، اللي فعلا واحد يمكن ما كان متوقع أن اليوم علم عمان ممكن أن يرفرف في استراليا بمثل هذا الإنجاز الكبير من قبلك منذر. منذر شكرا لك أكيد وجودك اليوم معنا في الاستوديو، ولكن إذا في كلمة أخيرة ودك أنك اليوم توجهها فالكلمة وياك، كلمة شكر تحية لأي شخص. أول شيء كلمة شكر لكم أنتوا على الاستضافة، وكلمة شكر لكل من ساعدني على تخطي هذه المراحل الصعبة اللي كانت في عالم القهوة. وبعد أريد أقول كلمة للشباب العماني، اليوم نحن ليد اليمنى لهذا الوطن،
لازم ان نحن نسعى، لازم ان نحن نجتهد. اليوم بفضل من رب العالمين وبفضل صاحب الجلالة صار عندنا مركز شباب. مركز الشباب ما يقصر مع اي شاب او شابة عمانية، لازم ان نحن نروح لهم نشارككم مواهبنا. انا موهوب في الرسم، انا موهوب في القهوة، انا موهوب في الغناء، لازم ان نحن بعد نقدم شيء لهذا الوطن مثل ما هذا الوطن قدم الفرصة لنا. فبالعمل بالعمل الجاد، بالجهد، بالتركيز، لازم ان نحن نشد حيلنا في اي مجال نحن موجودين فيه عشان نحن نوصل للعالمية. بعد لازم ان نحن نوصل للعالمية، لازم ان نحن تكون لنا بصمة في العالم، لازم ان العالم يعرف ان عمان لا زالت في الخريطة وننافس. والنافس هذا أهم شيء، النافس، ما بس أن نحن نظهر في الصورة العالمية، لازم أن نحن ننافسهم، نحن اللي عندهم عندنا. ما يصير أن نحن اليوم نقول يا أخي الدولة الفلانية عندها إحنا ما عندنا، العالم عندنا إحنا ما عندنا، بالعكس نحن عندنا وعندنا أكثر بعد. لازم أن نحن نحول هذه الفكرة اللي موجودة في راسنا للعمل، للتخطيط، التنفيذ. التنفيذ واجد مهم، لازم الفكرة نحولها تنفيذ، التنفيذ نجتهد فيها نوصلها للعالم. وهذا اللي نحن نشوفه في الدول الثانية، في العالم الثاني. ليش إن نحن ليش إن هم نشوفهم في التلفزيون يوصلوا للعالمية؟ إيش اللي هم عندهم إحنا ما عندنا؟ بالعكس نحن عندنا وقادرين، وإن شاء الله نوصل للعالمية ونجيبها العالمية بإذن الله تعالى. أكيد مثل ما ذكرت أنه في مكان هناك يعني يحتضن المواهب العمانية، مركز الشباب اللي فعلا هو المركز الحاضن لكل الشباب. شكرا لك يا منذر الحبس، وجودك اليوم معنا بالاستوديو. ألف شكر لك.